أستاذ عمر، ما هي ردود الفعل وأصداء هذه القرارات الروسية لدى الأوساط الأمريكية؟ هنا طبعا الولايات المتحدة كانت تتوقع أن يكون هناك تعامل بالمثل من قبل روسيا، لكن الولايات المتحدة لربما هي تتحرك على الأرض أيضا من خلال تعزيز تحالفاتها. اليوم أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية تعاون، اتفاقية دفاعية مع النرويج. هذا ما يفتح ساحة أخرى للصراع ما بين القوتين النوويتين. في ذات الوقت الولايات المتحدة وبحسب العقوبات التي تحدث عنها الزميل يوسف بيغار، هذه العقوبات تتعلق بحسب البيان الذي صدر من الخارجية وبحسب بايدن تتعلق بحماية الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، تتعلق بحماية الديمقراطية، تتعلق بحماية الجنود الأمريكيين، خاصة الموضوع ذي صلة بما حصل مع الجنود الأمريكيين بأفغانستان طبعا بحسب الإدارة الأمريكية. لكن فيما يتعلق بعقوبات دولية، الولايات المتحدة لم تتخذ هذا المسار مع روسيا إلا من خلال حلف شمال أطلسي الناتو ومن خلال شركائها الأوروبيين. تجر الإشارة إلى أن هذا التوتر هو جاء بسبب تغير خلاف الولايات، تغير خطاب الولايات المتحدة بعد الإدارة الجديدة. لكن الإدارة الجديدة ما زالت تحرص على بقاء السفير الذي يوصف بالخبير جون سيليفان في روسيا في موسكو، كونه عليم بالعلاقات الروسية الأمريكية، فضلا عن أنه هو تركة الإدارة السابقة. فالولايات المتحدة لربما لا تريد التصعيد إلى الحد الذي تكون فيه قطيعة كبرى دون مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالأسلحة الاستراتيجية وتتعلق بتعاون مشترك من نوع ما مع بين الولايات المتحدة وروسيا. لينا